الأسباب اللي وصلت هذول البنات أنه يرتكبون مثل هذه الجريمة. خلونا نشوف. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا بك مازن. مازن، اليوم موضوع حلقتنا عن الجريمه التي هزت اركان محافظه صلاح الدين بقتل ام وابنها. احنا امام المنزل اللي حدثت به الجريمه. راح نلتقي بالجيران ونتعرف على الجريمه. مازن، الكاميرا اللي رصدت البنات اللي طلعوا من البيت موجوده، الكاميرا يا ريت المصور يفرنا على الكاميرا. اكيد هاي الكاميرا هي اللي رصدت تحركهم أثناء خروجهم من المنزل. راح نلتقي بالجيران وراح نتعرف على الجريمة. حقيقة تفاجأنا، لأنه هذا البيت وسكنته من العوائل المحافظة، عوائل المحترمة، ما حد سمع عليهم يعني حكي زايد أو ناقص. فحقيقة يعني كلها تفاجأت، أهل هذا المنطقة كلها تفاجأت بهذه الجريمة البشعة التي هزت المجتمع التكريتي أو المجتمع العراقي بشكل عام. فحقيقة الشيء الذي أريد أن أبينه لكم، إحنا علينا أن ندعو منظمات المجتمع المدني أن تثقف الشباب، تثقف البنات. وسائل أيضا التواصل الاجتماعي يجب أن تكون يتم يعني الحد من الشغلات التي تثير الكراهية والقتل، ولأن هذه أعتقد يعني هاي من مخلفات ومن السلبيات التي ظهرت. أيضا شيوخ العشائر يجب أن يكون لهم دور، وأعمدة القوم عليهم أن يوجهوا الشباب وأن يوجهوا أبنائهم على أن يتصرفوا وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية. إحنا مسلمين وإحنا مجتمع عربي، إحنا ننبذ هذه يعني التصرف. السلام عليكم عمو. عليكم السلام ورحمة الله. عمو، يا ريت لو تحدث لنا شلون صارت الجريمة وشنو اللي سمعته وشنو اللي صار. يوم الأحد المصادف 4/9 القوات الأمنية بكامل صنوفها جت على البيت خوش، ووجدت أنه امرأة قد قتلت من الوريد وابنها شاب 19 عام، وعندما حققت وجدت أن البنات القتيلة هم الذين قاموا بالجريمة وسرقوا مبلغ 45 مليون دينار وذهبوا إلى جهة مجهولة. زين عمو، أنت من خلال تجربتك معهم يعني شنو سلوكهم بالمنطقة؟ والله وجدت بهم الطيبة بالشريعة الإسلامية، تسمعهم بس في صلاة الفجر، ولا عندهم أي عداوة مع أي شخص في المنطقة وفي المحافظة ولا. زين عمو، شنو الأسباب اللي خلت؟ والله أنا يعني بنظراتي حالة نفسية، لأن هم ناس مسالمين دينين ما يطلعون خلاص، يعني والله العظيم بعد التحرير تكريت لحد الآن أنا بنوات ما شايفهم غير مرتين. حسب توقعات احتمال حالة نفسية، لأن أمهم ما تخليهم يطلعون، يعني شلون خلينا نقول مضايقتهم، تخاف عليهم، يعني محافظة عليهم، محافظة عليهم بشكل أمهم متدينة، تتواصل ويانا أمهم كل أسبوع، تتواصل على تجي علينا البيت، تتواصل يعني على الجيران فقط أمهم. إيه ومتدينة بشكل محافظة على نفسها كلامها، يعني أبوهم دكتور. إيه نعم. أبوهم دكتور مو احتمال يعني لأن ما تخليهم يطلعون فتعبت نفسيتهم من هذا، يعني توقعاتنا احنا. انا 7 سنوات هنا بالفرع قريب عليهم، بناتها ابد ما اشوفهم، اروح للسوق وارجع يوميا، بناتها ما اشايفهم ابد، وهذا بابهم 24 ساعه مسدود. ابنهم صيدلاني دوم الصيدلي كان، بعدين هو سافر خارج العراق يمكن حسب ما سمعنا احنا، احنا ما حتى ما نلتقي بابنهم وياهم، بس بالام تجي يعني الجيران تتواصل. الكاميرا اللي رصدتهم اكيد ذيك الكاميرا. نعم هاي الكاميرا، وهاي كاميرا هنا مال الجار. كاميرا هاي مال بيت عزاوي، وكاميرا مال بيت حسان الناصري. قال لي وصلت. شكرا جزيلا لك، شكرا لكم. مازن، هذا اللي سمعناه عن الجريمه اللي حدثت واللي هزت اركان محافظه صلاح الدين. يعني الجيران تحدثوا انه مع عائله طيبه وعائله محافظه وعائله مسالمه، بس اللي حدث ما يعلم به غير الله سبحانه وتعالى واللي قاموا بالفعل.
بعد التحقيقات يعني تبين أنه بناتهم هم اللي قاموا بالجريمة، وحسب ما سمعنا أنهم يعني قاموا بالجريمة وسرقوا مال ما يقارب 45 مليون وذهبوا إلى كردستان وتم إلقاء القبض عليهم. يعني نتمنى أن ما تحدث مثل هكذا جرائم محافظة صلاح الدين، لأن هي جريمة فريدة من نوعها على محافظة صلاح الدين. مازل مايك لك، تحياتي لك.